قرأت مناقشات المختلفة مع رسائلكم. سنذهب إلى الترحيب بالسيد إياد طعمة، ضابط إسعاف في الهلال الأحمر. أسعد الله صباحكم بكل الخير. يسعد صباحك مختفى، حياك الله. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. يعني فعليا في الآونة الأخيرة كنا قد لاحظنا أن الاحتلال يعني يضرب بعرض الحائط لكل المواثيق، الاتفاقيات والحقوق والمعاهدات الدولية القانونية التي تنص على احترام عمل الطواقم الطبية خاصة ضمن الهلال الأحمر، وتمارس بحقهم أبشع أنواع الاعتداءات والانتهاكات. يوم الأمس كنتم نظمتم وقفة احتجاجية ضد هذه الممارسات. إذا أردنا أن نجمل سيد إياد، ما تتعرضون إليه أنتم كطواقم ميدانية وعرقلة في تقديم خدماتكم، كيف تجملها لنا؟ صحيح، يسعد صباحكم إن شاء الله. صباح الخير. كما تعلمون كل جميع أنه بعرف كانت امبارح أنه وقفة احتجاجية عما يحدث في قطاع غزة وكل المناطق، يعني مش قطاع غزة وحدها، في عرقلة عملنا كإسعاف. يعني بنواجه صعوبة جدا 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 في الأوان الأخيرة، إنه إحنا صار صعوبة الوصول للحالات، سواء كان إلها تنسيق ما إلها كان تنسيق، يعني التنسيق يعني صار على الفاضي، يعني ما إله أهمية. فصرنا نواجه كثير من عرقلة العمل، سيارة الإسعاف، من تفتيش سيارة الإسعاف، من اعتقال ضباط في الإسعاف وحرمان وصولنا إلى المنطقة الآمنة أو منطقة الحدث اللي إحنا رايحين لها. نعم. يعني إشي يعني نحكي عن مدينة الكرم كمان، يعني شاهد حي على الأحداث اللي صار آخر فترة. من عرقلة، من تفتيش، من اعتقال. يعني قبل شهر تقريبا، شهر ونص، اعتقل متطوع من سيارة الإسعاف عندنا في الهلال الأحمر، كان راح يؤدي مهمته في الوصول للحالات. نعم. وبالتالي هذا يعني يؤدي إلى تأخير تقديم الخدمة الطبية وإنقاذ الأرواح، وهذا معني الاحتلال بحدوثه فعليا، أنه فقدان فرص النجاة حتى لي سواء المصابين المرضى على اختلاف هذه يعني الحالات الطبية. نعم صحيح. يعني إحنا مهمتنا مهمة إنسانية، مهمة مقدمة خدمات إسعافية. شو الداعي انك تاخر لي انا كمركبه اسعاف للوصول للحالات المرضيه بشتى انواعها؟ يعني باخر فتره صارت لا تقتصر على فوق الاقتحامات، لا تقتصر على المواجهات، على الاقتحامات، صار يعرقلوا عملنا في الوصول لاي حالات. نعم. طب فعليا شاهد حي كنتوا السباقين في بث واطلاع المشاهدين. صحيح. على ما يحدث في مدينه الكرم، جميع المناطق، في جميع المواقع في طول كان في الاقتحامات. فعليا يعني بصراحة مع ما تمرون به من انتهاكات ومضايقات من قبل جيش الاحتلال، يعني المؤسسة الرسمية للهلال الأحمر، ما الذي تقدمت به أو قامت بفعله من أجل محاسبة الاحتلال كمنظمة ومؤسسة طبية؟ حكيت لك اختفاء، احنا مؤسسه محايده، مؤسسه انسانيه. اكيد الجمعيه الهلال الاحمر بتقدم شكاوى للصليب الاحمر، بتقدم على كل الاعاقات، على كل الانتهاكات اللي بتصير، الانتهاكات الشرسه اللي بحقنا وبحق المواطنين كمان اللي بنقدم لهم الاسعافات. قدمت باكثر من عريضه، من اكثر من شكوى للصليب الاحمر. نعم. يعني جمعيتنا الحمد لله مش واقفة مكتوفة الأيدي، بتطالب بتوفير حماية، بتوفير أدنى اللي نقدر نقدم خدمات الإسعافية للمواطنين. إجمالا لابد كذلك من كل ما يتم توثيقه بالفعل أن يحفظ ويقدم أمام كافة المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان واحترام القوانين الطبية والصحية. إجمالا أشكرك جزيل الشكر السيد إياد طعمة، ضابط إسعاف، شكرا جزيلا لك. شكرا. أهلا وسهلا بك. شكرا لك.